بسم الله الرحمن الرحيم. انا دلوقتي مبسوطه عشان انا طلعت الاولى، وكمان مبسوطه اكتر عشان عيلتي موجوده، دنيا وياسمين وزينه وماما غضبانه. تشو يا غضبانه، اشوفي في البيت وتطبطب لي ابو جهز. الى حد ما. وفي الاخر انا عايزه اشكر سعاده عشان هو رجع لي عيلتي كلها وعوضني عن بابا وماما. كلامها مؤثر قوي. ايه كلامها مؤثر قوي. يخرب بيت افورتك. وبحبك قوي يا سعاده حبيبه قلبي. ربنا يسجبه يا جدعان. الله يخليك، الله يخليك، الله يكرمك، الله يخلي عديني يا عديني عديني يا عدين. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك. انا ببارك لاختي الصغيره جود وبقول لها الحمد لله ان هي اتخرجت وان شاء الله لها مستقبل باهر، وان شاء الله ربنا يك... اول مره اشوف طفله تتخرج بالسهوله دي وبسرعه كده. ان شاء الله ربنا يوفقك في شغلك اللي جاي ان شاء الله.